بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني بالله، أخواتي بالله، أحبابي بالله، موضوع هذه الحلقة عن الفيسبوك وعن اليوتيوب وتويتر والكلمة الباقية. يعني الواحد بيقول شو دخل هاي، بس إن شاء الله بإذن الله راح أورجيكوا الخطر اللي أنتوا واقعين فيه وأنتوا مش دارين عن أنفسكم. بسورة المؤمنون آية 99 وآية 100 بنقول بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني يا أخواني أحبابي في الله، إذا حضر الموت ما برجع الواحد لورا، الله ما بعطيه فرصة خلاص. يعني إنك ميت وإنهم ميتون. أقول لك حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي أرجعون. طب ليش بده يرجع الواحد؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني فيما تركت من الدنيا، خلينا أسوي عمل صالح. أقول لك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا أحبابي بالله وأخواني وأخواتي بالله، أنتوا عندكم الفيسبوك وعندكم اليوتيوب وتويتر يعني هالتكنولوجيا الحديثة هاي، بيجي الواحد بيطلع على شريط من أشرطة الدين أو من الأشرطة اللي تنزل في اليوتيوب أو على المحطات اللي هي إيش فيها كتابة، فبيعجبوش الكلام أو لا يقتنع فيه أو الله سبحانه وتعالى لفت عليه، بيجي بيطاول على الشيوخ وبصير يسب عليهم ويغلط عليهم، وبصير في بعض الناس بيحكوا من الزنار وتحت، يعني بيحكوا كلمات الفاحشة والفحشاء، كلام سوء. لا يعني الإنسان اللي عنده طهارة وعنده دين وإيمان يعني بيهتز بدنه، برجف بدنه، بقشعر بدنه من الكلمات البذيئة اللي بكتبوها على الفيسبوك، أختك وأمك وكذا وكذا، عيب. طب أنت كتبت الكلمة هاي وتوفيت، أو حطيت هالملاحظة هاي وتوفيت. مثلا واحد بسمع أغاني بقول لك والله أجمل أغنية بحياتي سمعتها وما شاء الله عليها، أو مثلا واحدة جميلة بقول لك ما أجمل عيونها، ما أجمل كذا، بكتب كلمات، هاي الكلمات بضلها مثبتة علي. يعني إحنا بالزمانات قبل ما يكون التكنولوجيا موجودة وقبل تسجيل الفيديو أو تسجيل الصوتي، كان الواحد يغني مثلا من هالمطربين أو من الفاحشين أو من العلماء، فكان الواحد العالم يحكي مثلا آيات قرآن أو دروس فيأخذ أجره عليها ثم يتوفى، فأجره بأخذه عليها على إيه سمعها وعمل فيها. بس هسه إخواني بموت الواحد وبتظلها مسجلة هاي على الفيسبوك ومسجلة على اليوتيوب الكلام البذيء أو الكلام الكافر، فأحذروا يا إخواني، لأنه بعد الوفاة بظل عداد السيئات يسجل عليك حتى وانت بعد ما تموت، سبحان الله. فليش الواحد يحط حاله في مكان سيحاسب عليه حسابا عسيرا؟ يعني يا اخواني اكتب لك كلمة جميلة، مثلا بتسمع القرآن الكريم قول ما اجمل كلمات الله، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا من الهداة، صدق الله العظيم، ما شاء الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت بتدخل أجر وحسنات عليها، كل من قرأها بعديك تدخل عليها حسنات. بس إذا سبيت وغلطت وما عجبك واحد من الشيوخ، قلت أبوك وعلى كذا وأمك وخالتك وكذا، بضل مسجل عليك والسيئات تحسب لك. ناقص الواحد سيئات في هالدنيا. فأحبابي بالله احذروا احذروا وخافوا من موقف يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. احذروا من الكلمات أو اللي تكتبوها، لأنه هاي الكلمات والله ستكون شاهدة عليكم يوم القيامة.
وأنا بنصح أخوان الشباب وأخوات الشابات، لأنه الكبار يمكن بالعمر ما عندهم مش تكنولوجيا، بس أنا كثير شفت يعني ناس حاطين كاتبين ملاحظات سيئة جدا، والله الواحد بيستحي يعني يعيدها من كثر ما هي فاحشة، ومن كثر ما فيها كفر، ومن كثر ما فيها فسق. وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.